هي المحاضرة النهاردة على الرينال مالجنانس كلاسيفيكيشن. احنا عندنا في جراحة المسالك طبعا كلاسيفيكيشن مور كومبليكيتد عن كده بكتير، لكن انا شايف على قد الاندر جراجويت هيكفي السمبليفايد كلاسيفيكيشن دي، اللي هي في بناين سوليد ماسز اللي هي الادينوما والانكوسيتوما والانجيوماي ليبوما. للاسف هم مش محطوطين في عنوان المحاضرة، لكن المحاضرة اللي هتنزل في الجروب بتاع الاسم في صفحة الاسم هتكون شاملة الادينوما والانكوسيتوما والانجيوماي بطريقة واضحة، بحيث مش هتحتاجوا معلومات إضافية عنها. المالجنان سوليد ماس لا طالعة من رينال برينكما اللي هي رينال سيل كارسينوما، واسم الهايبر نفروما خاطئ وما عادش موجود، معرفش شال من كتب الجراحة ولا لا، لأنها غيرنا منهج الجراحة اللي كان موجود السنة اللي فاتت، لأن هي كان في فكرة إنها طالعة دايما من الأبر بول فكان اسمها هايبر نفروما. لا، هي بتطلع من أي حتة من الكدني، فالاسم بقى رينال سيل كارسينوما، واسم هايبر نفروما ما عادش موجود في بالنسبة للتيومر ده خالص. والإبيثيليال تيومر هو طبعا تي سي سي، لأن اللايننج ميوكوزا بتاعة الكدني هي ترانزيشنال سيل، لكن لو حصل ميتابليزيا وتحول لسكويموس سيل او تحول لجلاندولار ابيثيليوم فهيبقى سكويموس سيل كارسينوما او ادينو كارسينوما، لكن الاصل 97% من لايننج ابيثيليوم تيومرز هو تي سي سي اوف رينال بلفيس او كاليسيال سيستم. والمس تيومر طبعا عمان عن الاوفرلاب هتدرسوه في البيدياتريك يورولوجي، فيبقى احنا اللي هنتكلم عليه رينال سيل كارسينوما والتي سي سي او الابيثيليال تيومر اوف ذا رينال بلفيس اند بلفيك كاليسيال سيستم. المقصود يا جماعه ان ده يطلع من التيومر، يطلع من البارينكما وملوش دعوه بالبلفيكاليسيل سيستم والانفيد ليتر اون، واحد بدايته جوه السيستم، لان ده هيفرق كتير قوي معانا في الاعراض. الانزيم بتاعته 3% فوق الادلت مالجنسي. الميل دايما في كل حاجه في المسالك ما عدا حاجات قليله جدا ليه بريدوميننس عن الفيميل. وبيجي بايلاترا 2%، ودي ساعتها بنواجه مشكله كبيره جدا، لان هي 2% بتيجي سواء سينكرونس او اسينكرونس، يعني مع بعض في نفس التوقيت او لا، وبيبقى عندنا مشكله كبيره جدا في المانجمنت بتاع العيان، وخصوصا لو كان ما جاش في وقت واحد وبعدين كنا عملنا راديكال نفريكتومي من الاول، فيبقى في مشكله ان هو في المانجمنت بتاع الناحيه الثانيه. الجروس بيكتشر اتس راوند تيومر ملوش ترو كبسول، دايما التيومر كومبريست باي رينال تيشو، يبقى الكبسول اللي حواليه اتز ا فولس كبسول. في هيمروج وفي نكروزس، في كالسيفيكيشن، الرينال فين مي بي انفيدد ومي بي انفلتريتد، يعني الرينال فين ليه طريقتين في ان هو يبقى فيه التيومر، تيومر ثرومبس جوه اليومن بتاع الفين، ودي اللي ممكن تبقى مايجريتد للفينا كيفا والرايت اتريوم، وممكن يبقى الوول نفسه الوول بتاع الرينال فين هو الانفلتريتد، لكن الاشهر والاكثر هو تيومر ثرومبس. السايت اوف اوريجن بتاع التيومر هير سيل اوف بروكسيمال كونفيكت تيوبيول، عشان كده هو بيطلع من اي حته من الكيدني، ابر بول ميد زون لور بول بيطلع من اي حته، لان السايت اوف اوريجن بتاعه مش الابر بول بتاع الكيدني، هو السايت اوف اوريجن بتاعه هو البروكسيمال كونفيكت تيوبيول. الهيستولوجيك تايب بتاعته هم خمسه، اللي هم الكلير سيل تايب والجلانجولار والساركوماتويد والتشيبلو بابيلاري والكروموفوب. احسنهم بروجنوزس هو الكروموفوب، لان ده سؤال فيري كومون عندنا البيست دياجنوزس، والاسوا طبعا هو الساركوماتويد. البيست بروجنوز هو الكروموفوب، ات از فيري لو جريد تيومر. تفاصيل طبعا الطبيه ما اعتقدش انتوا فاكروش محتاجين تعرفوها، بس تعرفوا ان رينال سيل كارسينوما ليها هيستولوجيك تايب. احنا اول لما بيجي بقى التقرير الباثولوجي عندنا تروح على ايه؟ تروح على حاجتين مهمين جدا، تروح على الستيج لوكال ستيج، هو لسه جوه الكبسول ولا خرج من الكبسول، نمره اتنين هيستولوجيك تايب، يعني تاني حاجه مش مجرد ان هو رينال سيل كارسينوما، لا انا في حاجتين يهموني، هو في ستيج كام، نمرة اتنين هو الهيستولوجيك تايب بتاعه ايه. البرزنتيشن الرينال سيل كارسينوما ليها كلاسيك برزنتيشن، بيجي ثلاث حاجات مع بعض في نفس التوقيت بين وهيماتوريا وسويلنج، وده 10% فقط من توتال برزنتيشن بتاعت العيانين، يبقى الكلاسيك تراياد تقريبا هو اقل واحد يجي مع بعض، يعني عشان يجي العيان ببين وسويلنج وهيماتوريا مع بعض ده ال 10% من العيانين. البين اكتر منه 41%،
يليها الهيماتوريا 38. الارقام مش مهمه قوي يا جماعه، بس انا عاوز اوريكم ان البرزنتيشن بتاع الكارسينوما الانسز بتاعته ايه، بس ما تحفظوش الارقام دي. الهيماتوريا 38%، ال 127% تقريبا انعدمت يعني اقل من 1% بعد تواجد الالترا ساوند في كل الاماكن. يعني الالترا ساوند وجوده خلى حاجه جديده خالص في الكتب بتاعت الجراحه اسمها، وبالذات عندنا في اليورج، اسمها انسيدنت لوما. يعني عيان رايح يعمل الترا ساوند فور جنرالايز ابدومينال بين فور جي اي تي كوزز كده، نلاقي فيه رينال تيومر، رينال سيل كارسينوما. طب ليه هي ما بتعملش سيمبتومز او ليه ديسكفر انسيدنتلي؟ لان هي بارينكيمال تيومر. لو هو مش ضاغط على البلفيكال سيستم وعمل هيماتوريا، او لو هو مش ضاغط على اللور يورت على اليورتر فعمل هاد نفروزس، ما بيشافش. عشان كده اقول لك التيومر زادت، لا هو ما زادش، هو عين بقى دلوقتي يجي لنا عيان كتير يقول لك انا كنت رايح اعمل اشاعه عشان دكتور البطنه طلبها مني، قالوا لي في تيومر، لانه بيطلع من البارينكيما لبره فما بيعملش سيمبتومز خالص. فبقى في عندنا شابتر كبير قوي اسمه انسيدنت تروما اللي هو اكتشفت بالصدفه. يبقى الكلاسيك تراياد 10% والبين والماس والهيماتوريا، ممكن يجي بليفت فاريكوسيل، ده في اي ناحيه؟ الناحيه الشمال، عشان التيومر ثرومبس تقفل الليفت رينال فين، او ان التيومر لور بولر ليفت سايد فيضغط على التستيكلر فين، يبقى سبب الليفت فاريكوسيل في الرينال سيل كارسينوما ان هو يكون كومبريسد الفين مش دريننج عشان ثرومبس في الفين، او لور بولر لارج تيومر كومبريسنج الجونادل. طبعا يعني ما عدناش نشوف حقيقه موجوده في الكتب، ما عدناش نشوف حد يجي بميتاستاتيك سيمبتومز دلوقتي في الرينال تيومرز. وجود الالترا ساوند تاني غير لنا الاستراتيجي خالص. يعني الالترا ساوند بقى يعني موجود في كل حته تقريبا من التسعينات او اول الالفينات. ساعات التيومر بقى، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا، العين ما بيجيلناش احنا خالص، لانه بيجي بارانيوبلاستيك سيندروم. ايه هي البارانيوبلاستيك؟ تعرفها العيان بيجي بحاجه ليس لها اي علاقه باليورينري سيستم خالص. يعني عيان يجي زي ما احنا هنشوف كده هايبر كالسيميا، يجي بستونز وبون اكس عشان عنده الكالسيوم زياده، هيروح على طول على دكتور الغدد، ودكتور الغدد يبدا في الالترا ساوند يكتشف. هيجي بهايبر تنشن، وارد ان اي حد يجي له هايبر تنشن بس نوت ريسبوندنج، والهايبر تنشن ليه اسباب كتير من ضمنها الرينين اكسكريشن باي ذا تيومر، الارتيريو فينوس سيستا اللي تبقى موجوده جوه التيومر جوه، الاوبستراكشن والسريبرال ميتاستاز، بوليسايسيميا، هايبوجلايسيميا عشان انسولين لايك اكشن، كوشك سندروم، جالاكتوريا في ميل بيجي لها بهرشوتيزم وامينوريا، والميلز لوس اوف ليبيدو وجينيكوماستيا. كل ده بيمثل لنا مشكله وتاخير في الدياجنوزس والتريتمنت، لان هو ما بيجيلناش احنا خالص. احنا هيجي لنا العيان لو عنده لاين بين، لو عنده هيماتوريا، او لو عنده هايد نفروزس، او اكتشف بالصدفه، لكن عيان جاله هايبرتنشن هيقعد مع دكتور القلب فتره قبل ما يجي لنا. عيان الهايبر كالسيميا او عيان الجلاكتورية هيروح لدكتور الغدد يقعد فتره لغايه لما يجي لنا. فهي حاجه بصراحه بتبقى مزعجه جدا. مش كتير قوي على فكره، لان انا يمكن في حياتي كلها او ما قلناش يعني عاده بيجي بالسيمتوماتولوجي بتاعت اليورينري سيستم. قاعده ليكم بقى، احنا عندنا في شغلنا وحاجه انا ابني كان بكالوريوس السنه اللي فاتت بالمناسبه، وكان مضايقه قوي وجود الانفستيجيشن الكتير. طب واحنا نختار ايه؟ يعني وهي دي مشكله فعلا لاي حد متخرج، هو قرا باب الرينال كارسينوما 1 2 3 4. عندنا كل حاجه في شغلنا، وده اللي يهمكم تعرفوه في اول حياتكم، هو مين اطلب له ايه؟ يعني في بره البلاد الغنيه على فكره بتهتم بالكوست افكت بتاع العيان، يعني هو العيان هيتكلف قد ايه عشان نوصل للتشخيص، مش لازم اعمل له 3 4 اشعاعات. ففي كده في الطب ان انتوا، وده اللي تهتموا تعرفوه في مرحلتكم دي، ان انتوا انهي عيان تطلبوا له ايه فتوصلوا للتشخيص اصلا. فده اللي انتوا تهتموا بيه. فعندنا قاعده اني توتال بينلس جروس هيماتوريا ان ادلت شود بي مالجنسي انتيل بروف اذروايز. لازم الثلاث شروط توتال وبينلس وجروس، يعني مش اي عيان هنقول الكلام ده. طب العيان ده يتعمل له ايه ككوست افكت كاحسن انفستيجيشن توصل تشخيص؟ نون كونتراست سي تي، سي تي ابدومين اند بلفيس او سي يورين تراكت بيفور اند افتر كونتراست.
لان انت لو دورت على كل الانفستيشن اللي انا عاملها في التراك في اليونت تراك هتلاقي فيها ديفكت معين ما يوصلنيش للدياجنوز. القاعده الثالثه، اي كلمه انهانسمنت يا جماعه، ودي مهمه قوي في السي تي، يعني انتوا برضو من الحاجات اللي لازم تتعلموها في مرحلتكم في امتياز الاكسبريشن بتاعت الاشاعه. ما ينفعش تقرا اشاعه وما تعرفش ايه معنى او ايه الغرض من المكتوب. كلمه انهانسد يعني اخذت صبغه زيها زي التيشو او بنسبه معينه من التيشو. يعني انا حقنت صبغه، ايه فايده؟ ليه قلت نون كونتاستي؟ شفت ماس سوليد ماس موجوده. طب انا عندي ايه اللي ممكن يعمل كده في كيدني سوليد ماس؟ الكومبليكيتد سيست والرينال او الانفلاماتوري والنيوبلاستيك. الفرق بينهم كلمه واحده، انهانسمنت. يعني لو الليجن ده اخذ صبغه، it is enhancing lesion, it is malignancy. ما عندناش احتمالات ثانيه. عشان كده الخطوه بتاعت الفاين نيدل اسبيريشن اللي موجوده في بعض كتب الجراحه خاطئه. وما بنقبلهاش. بتتعمل ساعات، بنعملها ساعات، بس في الحالات الكويري الانهانسمنت مش واضح، الماس مش واضحه، الماس صغيره قوي، فبنضطر نعمل بايوبسي. لكن اي انهانسد ليجن في كونتراست سي تي it is renal cell carcinoma. خلاص يبقى القاعده الاولى، اي توتال بينلس جروس هيماتوريا should be considered اي مالي في اي ادلت until proof otherwise. العيان ده تحديدا هنعمل له كونتراست سي تي. لو حصل في الكونتراست سي تي اي انهانسمنت it is a malignant renal tumor. هنتصرف فيها اكوردنج بقى زي ما هنقول. طيب السؤال بقى اللي هو كان سالته كتير وهو منطقي لحد، طب ليه بندرس الحاجات التانية؟ يعني اذا كان العين تعمل سيل كارسينوما هنعمل له نون كونتراستي، ده في حاله انه جاب هيماتوري. لكن عيان يورينري تراكت عادي مش هتقدر تبتدي بكون سي تي، فلازم تبدا تفحص تشوف الحاجات التانية لو جالك بيها العيان اللي انت هيجي في فكرك ان ده سيل كارسينوما. يعني جالك مثلا ببلين، هندور على زي ما هنشوف المره دي في البلين مثلا، هتلاقي الرينال شادو انلارجد، هتلاقي بلج في الكونتور، هتلاقي السو الشادو مش باين، هتلاقي كالسيفيكيشن، فده بتفكر بوسيبل رينال سيل كارسينوما. تقوم ناطط ليه؟ سي تي، لا مش سي تي، سي تي ويز كونتراست، لان سي تي بس ات از ستون بروتوكول. اوكي؟ يبقى الراديولوجيكال فايندنج ابنورمال او اللارج رينال سايز، ابنورمال كونتور كالسيفيكيشن. الاي في بي طبعا يعني ما عدتش موجوده، بس هي برضه هتقول لي طب انا ليه اذاكر الاي في بي؟ طب ما انا هعمل له نان كونترا سي تي، ده هتعمل له كونترا سي تي في حاله ان انت عارف ان في كارسينوما، انت وانت قاعد في ده انت مش عارف، انت هتعمل كونترا سي تي فيرست ستيب لو جالك بحاجه واحده بس توتال بينلس هيماتوري. لكن العيان جالك هو بيتكلم معاك فانت هتختار، فروحت انت اخترت جاله كوليك، يعني من ضمن البرزنتيشن بتاع ترينا سي كارسينوما رينال كوليك. ليه؟ جاله هيماتوريا بلاد كلوت عدت في اليورتر جاله كوليك، فانت هتطلب حاجه من اثنين، لا هتطلب نان كونتراست سي تي، لا هتطلب كونتراست اي في بي. تمام؟ فالاي في بي التيومر بيجي في البارينكيما بينال كاليسز، يعني الانفلتريشن بتاع الكيليكس ليت، عشان كده الهيماتوريا اقل من البين، عشان التيومر بيظهر الكبسول وبعدين انفلتريت الكيليكس ليت. فبيحصل حاجه كلمه احفظوها كده، ديستورشن او ديسبلاينج اوف كاليسيال سيستم. يعني ايه؟ ده طبعا ده ابنورمال، ده الكونتور. طبعا ما فيش صوره في مصر هتلاقوها بهذا النقائر، دي صور كلها تكست بوك، يعني عشان بس ما طبيعه الاكل بتاعت الشعب المصري الكولون بتاعهم البريبريشن وحش قوي، فما بنلاقيش الكونتور. بس ده من ضمن الفايندنج، لان ممكن يقول لك في سؤال من ام سي كيو يعني ذا فولوينج ار فايندنج ان سي تي اكسبت او ان فايندنج ان كي يو بي اكسبت. اوكي معلش الصورة دي صعبة شوية يا جماعة، هي دي الكيدني مكبرة قوي، هو ده الرينال بيلفيس، وده أبر كيليكس، وده ميدل كيليكس، وده لور كيليكس، وبين الميدل سوري وبين الميدل واللور كيليكس في لارج سبيس اوكيوبينج ليجن. وهنا حاجة عند مصطلحين مهمين قوي في الراديولوجي عندنا في الأي في بي تحديدا، وهيمروا علينا النهاردة في الاثنين وهيبقوا في الراوند هيتقال. في عندنا حاجة اسمها سبيس اوكيوباينج ليجن، وعندنا حاجة اسمها فيلينج ديفكت. السبيس اوكيوباينج ليجن هي حاجة في البارينكما بس بعدت الكاليسز عن بعض، بس الكيليكس انتاكت والكيليكس انتاكت. بس السبيس اوكيوباينج ليجن هو ده. كويس؟ طب الفيلينج ديفكت ده جوه الصبغة. يعني الصبغة لونها أبيض،
لو بان حاجه فيلينج جوه الصبغه بانت لونها اسود اسمه فيلينج ديفكت. طيب سبيس اوكوباينج ليجن ده ممكن لو انتوا شفتوا الاشعه دي هتطلبوا ايه نيكست انفستيجيشن؟ نعم؟ كونتراست؟ لا ليه؟ هو مش كونتراست، مش هقدر اطول في الدسكشن قوي، هضطر اقول انا عشان بس انا بحب كنت اعرف رايكم. لا في سبيس اوكوباينج ليجن انا عندي احتمالين، عندي ان ده سيستيك ليجن وعندي ان ده سوليد ليجن. يبقى السكند ستيب في فيلم زي ده الترا ساوند، لان الالترا ساوند از مور سنسيتيف ان دياجنوزس اوف سيستيك فروم سوليد سويلنج اكتر من السي تي. طيب لقيتها سوليد كونترا سي تي، لقيتها سيستيك ستوب عند المرحله دي. يبقى السبيس اوكيباينج ليجن هي حاجه بره البلفي كاليسيال سيستم عامله ديستورشن في البلفي كاليسيال سيستم او ديسبلاينج، يعني ساعات الماس دي تيجي هنا فتلاقي كل الكاليسز سكرامبلد على بعض ومتوجهه لتحت، يجي بين اتنين كيلكس، ده ممكن يجي بين هنا وهنا، وانا هوريكم السي تي بتاع العيان ده تحديدا. يعني الالترا ساوند وظيفته انه هيفرق بين السيستيك والسوليد. برضه ليه تعرف؟ لان ممكن عيان يجي لك بالسونار اللي عمله وهو بيعمل الجهاز الهضمي، فانت تبقى عارف الفايندنج اللي هتلاقيها في السونار علشان هتعمل ايه بعدها. لو لقيت سوليد او ايكوجينيك ماس في السونار، الخطوه اللي بعدها على طول ايه؟ كونتراست سي تي. احفظوها كده، كونتراست سي تي. ده ترانسفير سكشن في الكدني، معرفش انتوا خدتوا انفستيجيشن عندنا في الراوند ولا لسه؟ اعتقد انا اللي هشرحها لكم. يعني هو ده الترانسفير سكشن في الكدني، ايه بقى؟ اهو يعني هو ده الكدني، دي الكبسول وده البلفي كاليسيال سيستم، ومن هنا لهنا دي الرينال بارينكيما، وفي سوليد ايكوجينيك ماس. كويس. النكست ستيب احنا مهتمين جدا في اليورولوجي بالنكست ستيب على فكره، لان احنا عندنا احنا اسم انفستيجيتيف اصلا، احنا اسم الكلينيكال فايندنج عندنا تقريبا زيرو. يعني الكلينيكال فايندنج تعرف الرينال انجل، تعرف الرينال كوليك، انما اسم اصله الانفستيجيشن. فعشان كده مهتمين جدا ان الدكتور اللي يشتغل مسالك او الانترستد او البكالوريوس يبقى عارف العيان ده هيتعمل له ايه بعد كده. وده دورك على فكره لغايه لما تتخصص مسالك، يعني انت دورك في الطب عامه ان انت دلوقتي العيان قدامك قبل ما تمشيه هتعمل له ايه. فسوليد ماس في الالترا ساوند تساوي نكست ستيب كونترا سي تي. طب سيستيك؟ ها؟ سيستيك ولا حاجه خالص، ولا ليجن. لو هي سيستيك وهتاخدوا الكلاسيفيكيشن اوف رينال سيست ولا حاجه خالص. السي تي ويز كونتراست هو الكوست سنجل كوست افكتيف انفستيجيشن في اليورولوجي، بس بشرط ان انت تبقى عارف ان دي مالجنان تيومر او ان ده سوليد ماس. مش اي عيان جاء اعمله سي تي ويز كونتراست، لا انت هتخرب بيت العيان، هتدفع فلوس كتير قوي ومش هتخرج بحاجه. ما يبقاش عنده عيان ستون يوريتر وتعمل له سي تي ويز كونتراست، او عيان عنده بروستيت وتعمل له سي تي ويز كونتراست، لا كل حاجه ليها الكوست افكت انفستيجيشن بتاعتها. طب هو بيفيدني بايه؟ اولا بيقول لك اللوكال ستيجن، اولا قبل اللوكال ستيجن هو بيقول لك انهانسنج ليجن. يبقى كلمه انهانسمنت في السي تي تساوي ليجن اخذ بلاد سبلاي او اخذ كونتراست. يبقى اول حاجه هيقول لك ان هو انهانسنج ليجن، تاني حاجه هيقول لك اللوكال ستيجنج، وبعدين هيعمل لوكال يعني لحد الاستيميك ستيجن هيشوف البارا اورتيك لينف نود وهيشوف الفينا كيفا وهيشوف الليفر. تمام. الدروباك الوحيده في اللارج تيومرز في الكاتس بتاعتنا ساعات يحصل اوفرلود بين الابر بول بتاع الابر بول تيومر وبين المارجن بتاعت الليفر، فيهيئ لنا ان في بوزيتيف انفيجن. يعني ده العيب الوحيد في السي تي، وان كان دلوقتي الريكونستراكشن لغى ده، بس هو ده العيب بتاع السي تي الاوفرلاب في ذات في الابر بولر تيومر رايت وليفت، واحد مع السبلين وواحد مع الليفر. ايه يا جماعه الفيلم اللي انا وريته لكم قبل كده؟ ادي الكدني، ده البلفس والابر كيلكس والميدل كيلكس لور كيلكس في سبيس اوكيباينج ليجن. لما عملنا العيان ده سي تي الابيض اللي في النص ده هو الانهانسمنت اللي قلت لكم عليه. عشان كده انا كنت عاوز اوريكم سؤال، وفي صوره موجوده بيفور اند افتر كونتراست عشان تعرفوا الفرق بتاع الانهانسمنت اهو، وادي الرينال تيومر.
اهو ده تيبيكال بقى، ده عيان في سوليد ماس، سواء انا طلبتها له عنده هيماتوريا او جالي بالترا ساوند في سوليد ماس فطلبت سي تي بيفور اند افتر كونتراست، مش هينفع تشخص من غير قبل وبعد. يعني ما ينفعش بعد تحكم، لان ممكن الليجن يكون الايكوجينيسيس بتاعتها بيضه، يبقى لازم تحط الصورتين جنب بعض زي ما انت شايف كده. ادي الماس اهيت، لغايه دلوقتي ما اعرفش تطلع كومبليكيتد سيست يعني فيها باس او بلاد، او تطلع مالجننت هتعتمد على كلمه واحده بوزيتيف انهانسمنت او نيجاتيف انهانسمنت. اهي الصوره زي ما انتم شايفين، مش 100% زي الكدني، بس على الاقل خمسه الرقم يعني بتاعها 45% انهانسمنت. ما اعرفش نحسبه ازاي، بس هو يعني هم بتوع الاشعه بيكتبوا اذا كان في انهانسمنت اذا كانت درجتها. لو انهانسمنت فيري ويك ما اقدرش اعملها كمالجننسي. هنا بقى دور البيوبسي، لو انهانسمنت فيري ويك او لو ما اخذتش انهانسمنت، يبقى تفريق النيو بلاستيك من الانفلاماتوري ليجن سي تي ويز كونتراست عشان ادور على الانهانسمنت. هنا ده واضح ان اللي جوه مش سوليد، فانا عندي لا ده بريك داون وفي تشومر او يكون ده ابسس. هنفرق بينهم ازاي؟ تي تي ويز كونتراست عشان ادور على ايه؟ على الانهانسمنت. زي ما انتم شايفين اهو، برضه هنا سيستك في ده هيموريج ونكروزس في السنتر بتاع تشومر، لكن لو تلاحظوا ان البريفرال كله فيه انهانسمنت. ده لو راح يعمل الترا ساوند هيقول لك سيستيك ليجن موجوده في الليفت بوردر او في الميد زون بتاعه الكدني، مش هينفع ان انت تشخصها نهائيا ولا تعتمد عليها الا بالسي تي ويسكونس. الام ار مالوش فايده، هو غالي قوي عن الام ار اي بجانب عيوبه اهمهم الكلاستروفوبيا، ما بيفيدناش في كتير الا في حالات الانفير فينا كيفا ورينال فين ثرومبوزس، لكن مالوش فوائد كتير قوي على سي تي. دي صور الام ار برضه حاجه للمعرفه فقط يعني. بعد ما بنخلص اي تشومر في الدنيا يا جماعه عشان تبقوا عارفين، ليه لوكال ستيجنج وبعدين ميتاستاتيك ورك اب، يعني انتوا لازم وانتوا بتذاكروا تبقوا حافظين الترتيب، لو جالكوا تشومر هتعملوا ايه؟ اول حاجه الابيديميولوجي بتاعه اللي هو الانسدنس، وهي ارقام سخيفه جدا بالنسبه للكابلريوس، لكن هتعرفوا قيمتها لما تشغلوا براكتس، هتبقى عارف العيان اللي جاي لك ده ايه الامراض اللي بتيجي في السن ده، لا بس لما تجمعهم على بعض. وانتوا فاكروس اسخف حاجه في الدنيا هو الحته بتاعت الانسيدنس، انما مش عاوز اقول لكم على اهميتها في البراكتس شكلها ايه. فبنعرف تاني حاجه السيمتوماتولوجي، هطلب له انفستيجيشن ايه، هوصل للتشخيص، هعمل لوكال ستيجنج سيستميك ستيجنج عشان اعرف ايه الخطوه اللي بعد كده. هو طبعا الرينال سيل كارسينوما نمره واحد اللنج، رينال سيل كارسينوما على طول نمره واحد بيروح اللنج. بون سكان فيري رير، لكن هو اللنج والليفر هو اهم حاجه. الليفر عرفتها منين؟ من السي تي قبل كده. انا يعني عشان كده الليمف نود عرفتها من السي تي قبل كده. هي دول الحاجتين اللي هم بيتعمل تقريبا، ما بنعملش بون سكان، لكن اكس راي تشيست اساسيه لان هو من الاماكن الفيفربل جدا. لا مش هنقول روبسون كلاسيفيكيشن سنه 2000، احنا عندنا في شغلنا في المسالك عندنا كلاسيفيكيشن باسم واحد اللي هو اكتشف التيومر وبعدين تي ان ام، فانتوا كبكالوريوس كفايه عليكم التي ان ام. يبقى العيان جه اشتكى بالشكاوى واحد من دول، الحاجه الوحيده اللي حوصل للتشخيص على طول اللي هو سي تي ويز كونتراست، لو جاب ايه؟ توتال بينليس جروس هيماتوريا. اي انفستيشن ثانيه هبتدي بالترا ساوند، لقيت سوليد ماس نون سي تي ويز كونتراست. فاي حاجه انت بتذاكرها في الانفستيجيشن بتذاكرها ليه؟ لان مش انت اللي هتطلبها على فكره، هو العيان غالبا جاي لك بيها، فانت لما تشوف الداتا اللي فيها فانت تفكيرك ان ده بوسيبل برين سيل كارسينوما فهتطلب الانفستيجيشن الصح، وممكن يجي ابنورمال كلاسيفيكيشن فانت تطلبها، وبعدين لما تلاقي الحاجه اللي هي مكتوبه هنا فتطلب الانفستيجيشن هتطلب التشخيص. انا هقول بس على التيومر ده على تي 1 وتي 2 بس، انتوا تحفظوا بقى الحاجات دي بالترتيب. ليه حطوا التيومر ويز كبسول سبعه واكتر من سبعه؟ لان هو عندنا بقت حاجه يعني خلاص بقت ثابته اللي هو نيفرون سبيرنج سيرجي، اللي هو هنشيل التيومر بسيفتي مارجن وهنسيب الكدني، اسمه نيفرون سبيرنج سيرجي. ليه ابسوليوت انديكيشن هنقولها دلوقتي، وليه ريلاتيف انديكيشن. فالحجم اللي وصلوا له ان هم ممكن يشيلوه ويسيبوا الكدني
اقصى حاجه عندنا 7 سم، كانت 4 سم قبلها على طول في 2001 تقريبا، وبعدين بقوا خلوها 7 سم. فالرقم ده او محطوطين في تو ستيج او الستيج دي غير الستيج دي، يعني هو تيومر وزينزا كبسول طول عمره في حته واحده. ليه قسموه وخلوه ستيج 1 وستيج 2؟ عشان النيفرون سبيرنج سيرج لغايه 7 سم ممكن اعمل له نيفرون سبيرنج سيرج. المانجمنت، المانجمنت بتاع رينال سيل كارسنوما الستاندرد از راديكال نيفريكتومي. وفي حالات الراديكال يعني في حالات الميجور سيرجي او المالجنسي في المسالك عمرنا ما هنسالك على تكنيك، بس هنسالك جدا هنبقى مهتمين قوي بايه السبيسيمين اللي المفروض تطلع في المرض ده بالذات في التيومر. فالراديكال نيفريكتومي او لابروسكوبيك راديكال نيفريكتومي او نيفروسبيرنج سيرجي كيمو ريزيستنت ريجيو ريزيستنت. حتى الحاجات الجديده اللي هو التارجت ثيرابي والاميونو ثيرابي لازم اشيل برايمري شرطه. يعني احنا معنا هي اللي هي سيل كارسنوما از كيمو ريزيستنت ريجيو ريزيستنت، ما ينفعش يعني ما ينفعش ادي نيو ادجفنت كيمو ثيرابي او ديفينيتيف ريجيو ثيرابي ريجيو كيمو ريزيستنت. فالحاجات اللي طالعه هما حاجتين اميونو ثيرابي وتارجت ثيرابي، الاثنين شرطهم اشيل البرايمري. يبقى الراديكال نيفريكتومي او النيفرون سبيرنج از مانداتوري، يعني ما فيش حد هيقول في ده ريديو او كيمو. برضو من ضمن الاسئله مانجمنت اوف رينال سيل كارسنوما 3 سم ويحط لك كل الاحتمالات. عندك الاحتمالين الصح هو الراديكال نيفريكتومي او الايه نيفرون سبيرنج سيرج. برضو مش هنا مش هنقدر نشرح العمليات، بس هي الفكره كلها الانتيرير الرينال راديكال نيفريكتومي از انتيرير ابروتش. احنا عندنا الكيدني بنشتغل عليها من 2 او 3 ابروتش، الاثنين الكومون يعني انتير ابروتش من قدام او لاترال ابروتش من الفلانك من هنا. الانتير ابروتش بيتعمل في حاجتين فقط وليه غرض، التيومر والتروما. حد يعرف الغرض بتاعها؟ علي صوتك. عشان بالظبط ايرلي اكسس لرينال فاسكليتشر. يعني انا في الرينال سيل كارسينوما وفي التروما انا عاوز اوصل للارتري او للبيديكل بسرعه جدا عشان اعمل له كنترول عشان امنع حاجه معينه. ففي التروما انا عندي مثلا رابشر برينكما، فلو فتحت البرينكما هيحصل لي بيديج موت العيان لو انا مش حاطط كلامب على الارتري او كنترولنج الارتري. نفس القيمه بالنسبه للتيومر، لو انا ما وصلتش للرينال فين والرينال ارتري لو حصل عندي بليدنج او كان في عندي ثرومبس هيحصل لها بروباجيشن من مانيبيوليشن. يبقى التروما والانكولوجي او الراديكال نيفريكتومي الاثنين انتير ابروتش. ليه انتير ابروتش؟ علشان ايرلي كنترول اوف رينال بيديكل هو الـ 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 الهدف ده. لان لو دخلت لاترال على بال ما اوصل لل، طب هوصل للبيديكل ازاي؟ ترانس بيرتونيال. طب هي الكيدني انترا بيرتونيال؟ طب ازاي هوصل لها؟ الدكتوره بقى طالما انت شكلها ذاكرتيها ولا حضرتي مسالك؟ حضرتي. طب ليه انتيريور هتوصلي ازاي للكدني؟ هو سؤال منطقي. فتحت البريتون الكدني مش موجود. طيب عشان ما نطول، لا ما انت مش هتعمل كده، ما انت لو عملت كده كانك دخلت فلانك. هو الدكتور بيقول هدخل ورا، لا ده انا بفتح البريتون انتيريور وبعدين بفتحه بوستيريور تاني. يبقى انا بشتغل ترانس بريتونيال فهفتح البريتون مرتين، هفتحه انتيريور واعمل ريتراكشن لكل باول واجي لاترال للكولون او مفتح البريتون تاني عشان اتجنب اللفه من ورا. فانا اول ما اقلب الكولون كده هيبان لي رينال بيديكل. يبقى هي هي ترانس بريتونيال لكن انا هشتغل في الاخر اكسترا برضه، بس هي ترانس بريتونيال هفتح البريتون انتيريور وبعدين هفتح البريتونيوم بوستيريور عشان الاقي الكدني، عشان ما حدش يفتكر ان هشتغل انتر بريتونيال. الكدني مش انتر، الكدني ريترو بريتونيال. ايه السيرجيكال سبيسيمن؟ جيروتس فاشيا. الجيروتس فاشيا هي الفات الدنس فات، يعني الكدني حواليها ايه؟ في الكدني حواليها الكبسول حواليها البرينيفريك فات حواليها الجيروتس فاشيا. الجيروتس فاشيا دي لو حد فيكم حضر عمليات او شاف عمليات دنس فات زي الفات بتاع البريست زي بتاع الباتوكس فات اسمها زوكر كاندل او جيروتس فاشيا حوالين البرينيفريك كبسول. كويس؟ فالكدني بتتشال بره الجيروتس فاشيا.
يبقى انا عندي كام بارير للتيومر ده؟ عندي الكبسول والبرينفريك فات والجروتس فاشيا، ثلاثه باريرز. الكدني بتتشال في الرين فريك الليفروما، يبقى هتشمل الجروتس فاشيا، البرينفريك فات، الكدني، ستامبل ارتري والفين، واليوريتر از لو از وي كان. دي السيرجيكال سبيسمن بتاعه الراديكال ليفر. هنمر عليها سريعا برضو لانها مش هينفع اشرح عمليات في المحاضره التكنيك. يبقى خلاص الراديكال نفريتمي بنشيل الكدني بالجروتس فاشيا باليوريتر بالستامب بتاعه الارتري والفين. النيفرو سبيرنج انا بشيل التيومر ب 1 سم سيفتي مارجن. الابسوليوت انديكيشن تفتكروا ايه؟ حاجتين. حاجتين. ايه هما؟ سنجل كدني ده ابسوليوت انديكيشن لو اقدر طبعا، والحاجه الثانيه بايلاترال تيومر. يعني العيان اللي عنده بايلاترال تيومر، العيان اللي عنده سنجل كدني، لازم افكر، مش افكر، انا مجبر اعمل له نيفرون سبيرنج سيرجي واقول له في الكونسنت بتاعي لا، واحتمال يحصل بليدنج واشيل الكدني كلها وتغسل. بهذه كده اهو، يعني ما فيهاش مجامله وما فيهاش تعاطف وما فيهاش حاجه خالص، يسيف حياه العيان، يزرع يغسل، بس انت هتقول له كده او ده من ضمن الاختيارات. لكن الاصل it is absolute indication for nephron sparing surgery. الريلاتيف تيومر اقل من كام؟ 7 سم. دول انواع النيفرون سبيرنج سيرجي. البولر سيجمنتال نيفرتمي بنشيل البول كامل. الويدج ريسكشن، والويدج ريسكشن ما ينفعش غير في حاجه عندنا اسمها اكزوفيتك تيومر. يعني ايه اكزوفيتك؟ يعني التيومر كله بره الكدني. هوريكم الصوره بتاعته دلوقتي. ما ينفعش التيومر كله يبقى جوه رينال بارينكما واعمل ويدج، لان مش هينفع. هوريكم الصور اهو. ده الابر بولر. بنيجي عند البولر برانش ونحقن ميثيلين بلو، فهيبان لاين اوف ديماركيشن. هناخد سنتي سيفتي مارجن. طبعا في بلاد المتقدمه او اللي هم عندهم يعني سيستم منظم عننا شويه، لازم السيفتي مارجن دي يتعمل لها فروزن سيكشن. لكن احنا مع التجارب بطلنا الفروزن سيكشن حقيقه، يعني ما بناخدش منه داتا وبنتعطل وبيبقى نون كونكلوسيف وبيدخلنا في مشاكل، فاحنا بنشيل سيفتي مارجن. طب طلعت السيفتي مارجن بعد العمليه بوستل، هدخله اعمل راديكال نفريت. والعين بيبقى فاهم كده على فكره، يعني لازم فاهم العين ده من الاول. يعني لو انا شلت 1 سم بالنسبه لعينيا سليمه وطلع فيها مالجنسي، هتدخل تاني العمليه هعمل لك راديكال نفريت. ده يا جماعه اللي مقصود بقى بكلمه اكزوفيتك. يعني شايفين التيومر؟ التيومر المين بالك بتاعه ده، فيه بقى اكتر من كده، المين بالك بتاعه بيبقى بره، سوري، بيبقى بره الكدني. فاقدر اعمل ويدج، الويدج اللي هو هيبقى كده وهيبقى كده، وبعدين هقفل الاثنين دول على بعض او هحط فات بالنص واقفل. لكن لو التيومر ده كله جوه البارينكما، انا مش هيبقى عندي مساحه كافيه ان انا اخد ويدج. فالويدج ريسكشن ما ينفعش الا في الاكزوفيتك تيومر. ده ميجور ترانسفيرس سيكشن، لما يكون واخد نص الكدني. عمليه صعبه قوي على فكره، يعني لو هي مش ابسوليوت ما تتعملش. يعني ده عشان اشيل الكدني بالمنظر اللي شايفينه في الصوره، لازم يكون ابسوليوت انديكيشن، لازم يكون بايلاترال تيومر او سنجل كدني. بعد كده، بعد ما نشيل التيومر لو في ريكرنس او في ليمف نود، عندنا حاجتين مهمين جدا، عندنا التارجت ثيرابي وعندنا الادجفنت ثيرابي. مش عاوزين ندخل فيهم عشان هم حاجات، يعني لان ليه راي في تدريس البكالوريوس ان هو تو ذا بوينت، يعني يكفي اللي تستفيد بيه في المرحله بتاعتك. اوكي، دي رينال سيل كارسينوما. اللي عنده اي كويشن فضلكم يقول عشان هننقل على الترانزيشنال. اتفضلي، تحبي تاخدي الميكروفون ولا تعلي صوتك؟ يبان سيستيك ليجن، صح؟ بس مش سيستيك ليجن. بصي، انا عاوزكم تعرفوا برضو المصطلحات بتاعت الالترا ساوند. احنا عندنا ثلاث او اربع مصطلحات في الالترا ساوند. عندي ايكوجينيك. ايكوجينيك يعني في كل الوان الالترا ساوند الرمادي، الجراي سكيل، من الاسود للابيض. خلاص؟ كلمه ايكوجينيك يعني مش كلير.
مش كلير. فكلمه ايكوجينيك تحتمل انها سولد او انها كومبليكيتد سيست. كلير سيست تحلفي ان اللي جوه ده مش 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 ما مش ايكوجينيك. ده اللي فقط اللي ما تنقليش على النون كونترال سي تي. لكن لو قال لك باي صوره من الصور ايكوجينيك ماس فانت عندك التو بوسيبيليتي نيوبلاستيك ويل انفلاماتوري. ما عندكيش حاجه تفرقي بينهم الا طبعا في البايوبسي. بس انا ليه ما اعمل حاجه نون انفيزيف واعمل سي تي ويز كونتراست فهيبان لي انهانسمنت. فالانهانسمنت هيخليها نيوبلاستيك او نون انهانسد اتيز انفلاماتوري. لكن السيست الكلير سيست هيقول لك كلير سيست او سيمبل سيست. فانت مش هتنقلي الخطوه الا لو قال لك ايكوجينيك ماس او ايكوجينيك سيست او سيست فيها انترنال ايكوز. في حد هيسال تاني؟ بسم الله ما شاء الله كلكم متفوقين في الشخصيه. كويس. اوكي. حد ناوي ياخد مسالك؟ نفسي ياخد مسالك؟ بسم الله ما شاء الله. والله حاجة هايلة فعلا. طب ناوي حد ناوي يسافر؟ ثلاثة. بس ثلاثة. حدش ناوي يسافر؟ أربعة. أوكي. أصل أنا ابني ناوي يسافر يعني فأنا عشان كده بسألكم بس. اوكي. تاني حاجة في المينجرجوال اللي هو اليوروسيليال تيومرز اوف ذا كيدني اللي هي طالعة من لايننج ابيثيليوم اللي هو أصلا ترانزيشنال ابيثيليوم. يبقى الأصل عندنا في اليوروسيليال تيومر اوف ذا كيدني هو ترانزيشنال سيل كارسينوما. هو يوصل 95% أو يمكن 97% اتيز تي سي سي. ممكن يحصل سكويموس ميتابليزيا أو جلانجر ميتابليزيا فيبقى جلانجر سيل كارسينوما أو سكويموس سيل كارسينوما او ادينو كارسينوما. لكن الاصل عندنا وكل كلامنا هيبقى على تي سي سي. ريسك فاكتور نفس الريسك فاكتور بتاعت البلادر كانسر. اهمهم الاكيوبيشنال الناس اللي في الانيلين داي السموكينج والكافيه. وبعدين هم مش عارفين اني واحد فيهم بس لقوا ان كل الناس اللي بتدخن بتشرب قهوه فلقوا الكومباينيشن نفسه في ريسك زياده للترانزيشنال كارسينوما. بس مين فيهم اللي هو الاصل هم مش عارفين لغايه دلوقتي القهوه ولا السجاير. بايلاترال في 2% اسوشيشن مع البلادر كانسر من 2 ل 4%. لكن في الناس الاوكيوبيشنال اللي هم بيشتغلوا في حته فيها انيليما لاندايب الكومباينيشن بيعلى ل 13%. زي ما قلت لكم ترانزيشن سيل كارسينوما سكويموس سيل كارسينوما وادينو كارسينوما. كلينيكال بيكشر بقى هنا لان هو جوه السيستم جوه السيستم. فالمين برزنتيشن هيماتوريا. الثانيه الهيماتوريا ليت لان التيومر في البارينكما وليت انفلتريتنج الكيليكس. فلانك بين ممكن يجي له اكيد رينال كوليك عشان باسج اوف كلوتس. اسيمتوماتيك مش كتير قوي حقيقي لكن الهيماتوريا وبالذات في العيان المصري لان هو العيان حتى لو جاله وجع بيستنى بيستنى لغايه لما بيجي. بصراحه بتبقى سيفير هيماتوريا يعني دايجنوزس من اصعب الحاجات في مصر في التشخيص هو التي سي سي. لدرجه ان احنا كان عندنا عيانه فيري سون لان احنا ما عندناش الفليكسبل ارتروسكوبي متواجد في كل حته. الفليكسبل ارتروسكوبي فيري اكسبنسيف وبيبوظ بسرعه جدا فمش متواجد في كل حته. هو انت التشخيص النهائي ان يكون عندك تيشو باثولوجي. يعني هو انت عشان تقول شخصت ورا 100% لازم يكون عندك تيشو باثولوجي حتى السيتولوجي حتى ان انت تشوف التيومر بعينيك حتى ما فيش. واحد زميلنا في الاسم شاف ست عندها فيلينج ديفكت ما عندوش فليكسبل فدخل بالريجيد ريتروسكوب شاف التيومر بعينيه. هو راجل من الناس اللي موثوق فيهم جدا يعني في الشغل وفي الاخلاقيات حقيقي. وتقع للست الست رافضه تعمل عمليه. جات لنا في الجامعه فكلمنا الدكتور اللي عملها قال وضعي كذا فقلنا نعملها. دخلنا لقينا التيومر. ليه ما عرفناش ناخد هو الفليكسبل يا جماعه هو فليكسبل سكوب حاجه زي القسطره وكان بيه فليكسد بالهاند اللي في ايديك كده في الاربع اتجاهات. فبتقدر تنزل لجوه او تنزل للبلفس تاخد التيشو بايوبسي وليه جفت مش موجود عندنا في مصر حقيقه. فالريجيد لما دخل ريجيد انجل واحده والتيومر هنا شايفينه كويس قوي بس الجفت ما بيمسكش حاجه. فطلعنا قلنا نفس المكان
والست رفضت العمليه برضو، قالت لي طب وانتوا مش طالع عندي حاجه، انتوا هتعملوا عمليه ليه؟ نحاول نفهمها ان مش عارفين ناخد بيوبسي. طبعا عدم ثقافه وعدم ثقه، وبرضو واحد لما يحط نفسه مكانها ما يعرفش ممكن يشيل كليته عشان الدكتور قال له في ورم ولا لا، ما انا مش هي مش عارف الصح ايه. بس يبقى صعب الدياجنوستيك عندنا فليكسبل ريتروسكوبي بيوبسي، يبقى اي فيلينج ديفكت. طيب السؤال الكومون قوي عندنا، فيلينج ديفكت في رينال بلفس، ايه اللي ممكن يعمل كده؟ هو احنا عندنا في على مستوى الماجستير والدكتوراه 13 حاجه، على مستوى البكالوريوس كده حاجتين. ها؟ ايه؟ سوري؟ مين قال؟ حد قال بي بي اتش ولا انا سمعت غلط؟ لا بي بي اتش تحت. لا احنا بنتكلم فوق في البلفيكال سيستم فيلينج ديفكت. عندي حاجتين على مستوى البكالوريوس، ريديوليوسنت ستون وتيومر. طيب جالك عيان بالاي في بي في فيلينج ديفكت في رينال بلفس، الخطوه الثانيه غلط. هو بقى ده هي دي النقطه اللي نفسي تتعلموها. لا غلط، مش سيوس كونتراست. هتعمل ايه؟ الخطوه الثانيه حاجه من اتنين، لا هتعمل الترا ساوند وده ارخص، او نون كونتراست سي تي. ليه؟ لان الستون ايكوجينيك لونها ابيض ومديه شادو، السوفت تيشو هيبان سوفت تيشو في الالترا ساوند، فخلصت من المشكله. طيب لقيت كده هيبقى الخطوه الثانيه ايه؟ السي تي ويز كونتراست بقى. يعني انت فيلينج ديفكت في الاي في بي ما تنصش للسي تي ويز كونتراست، لان انت هتكلف. على فكره الكلام ده بيتحسب بره لدرجه انت لا يمكن تتخيلها، هم اغنى مننا بكتير. يعني انا افتكر مره كنت في الدنمارك وكان في اجتماع كبير جدا ان الابره، والدنمارك دي من اغلى دول العالم، الابره ال 16 في البايوبسي بتجيب نفس النتائج ال 18 وال 16 مش عارف اغلى حاجه بسيطه جدا. تاني يوم الصبح كل ابر ال 18 رجعت، كل ابر ال 16 جت. فهم بره بيهتموا بالتكلفه. يعني انت لما هتكون مع العيان، وده اللي ملاحظه حتى ابني بيذاكر دلوقتي البلاب، يعني مهتمين جدا بالتفاصيل دي وهتعمل ايه للعيان الخطوه الجايه. فلقيت فيلينج ديفكت، عندي احتمالين، عندي الستون وعندي التيومر، هقوم عامل الترا ساوند طلعت ايكوجينيك هايبر ايكويك ستيزا ستون، همشي في الستون بروتوكول، طلع سوفت تيشو هعمل كونتراست سي تي. بنعمل ايه بقى لما ما يكونش عندنا فليكسبل اورتوسكوب؟ بنبقى لايسين طبعا عشان نقنع العيان وعشان نشخص. البدايه بتاعتنا سيلكتيف سيتولوجي باربوتاج. يعني ايه سيلكتيف سيتولوجي؟ يعني في الناحيه اللي فيها فيلينج ديفكت هدخل قسطره حالب وابدا اسحب فلويد عشان يطلع لي سيلز، فبعتها سيتولوجي يقول لي في مالجنان سيلز، نسبه فشلها 80-90%. عشان تبقوا يعني عارفين. طيب الحاجه الثانيه اعمل باربوتاج. الباربوتاج يعني هحقن سرنجه واسحبها عشان اعمل شيدنج للسيلز، فيجي لي عدد اكبر من السيلز اقدر احلل. برضه ما ينفعش. عندنا او حاجه زمان انا يعني انتهت تقريبا العالم، البراش بايوبسي. سلك رفيع قوي يدخل في الحالب كله وفي نهايته فرشه صغيره جدا اندر فلوروسكوبي، باجي عند الفيلينج ديفكت واعملها فورث اند باك. فبعض السيلز تتعلق فيها، لكن في الاخر حقيقي كل ده ما بيتشخصش. بنعمل ام ار اي بنلاقي فيه ليجن في البلفيس، بنقول للعيان احنا هنعمل راديكال نيفروريتري. لكن الدياجنوستيك يعني زي في اي بلد اي بلد فيها الامكانيات تسمح، ات از فليكسبل ريتروسكوبي اند بايوبسي. كل الحاجات دي كلها مش ما بتوصلنيش تشخيص 100%، ولو وصلتني ما بيكونش بنسبه عاليه حقيقه. لو تفتكروا انا من شويه قلت لكم في فرق بين كلمه فيلينج ديفكت وكلمه سبيس اوكيباينج ليجن. سبيس اوكيباينج ليجن هتيجي في المساحه دي اللي هي هنا وهنا، ده البلف، ده الكيدني على فكره، ده رينال بلفس، وده اللور كيلكس، وده الميدل كيلكس، وده الابر كيلكس. تمام؟ سبيس اوكيباينج ليجن هتيجي في المساحه دي يبقى اسمه سبيس اوكيباينج ليجن. لكن جوه الصبغه بقى اسمه فيلينج ديفكت. طيب جالك العيان ده بالاي في بي ده وفي فيلينج ديفكت في الميدل كيلكس، ده هتعمل ايه؟ ما لسه قايلينها، ده احنا لسه قايلينها. ايه؟ الترا ساوند طلع حاجه ايكوجينيك، او قال لك ايكوجينيك هايبر ايكويك، ات از ستون. طبعا الشكل في الراديولوجي مش ستون، لكن لازم هنمشي الخطوات دي. طلع ان هي سوفت تيشو، هعمل سي تي ويز كونتراست. هيقول لي ان في ليجن، اعمل عمليه؟ لا ما ينفعش، لازم ادخل باليوريتروسكوب. الريجيت هيدخلني لغايه هنا يا جماعه كده، يعني هيدخل من اليوريتر كده وبعدين يقف هنا.
بس مش هيعرف يدخل كده. لو ما عنديش فليكسبل يدخل معايا كده مش عارف اوصل اخد تيشو بايبسي خالص من العيان ده. من بره ممنوع تماما، يعني في الرينال تيومر اعرف اخد بايبسي بالالترا ساوند، جوه السيستم مفيش عندنا كده خالص. فحقيقي بتبقى مشكله كبيره جدا في التشخيص. اهو ده بقى التيبيكال اللي تفرق بين الاستون، لان الشكل ده يمشي الاثنين. يعني الشكل ده اولا فيري سموز، وبعدين برضو حتى الكيرف دي فيري سموز، فتمشي ستون وتمشي تيومر نفس الخطوات. هنعمل الترا ساوند لقينا ستون، هيمشي ستون بروتوكول لقينا كده، هنعمل سي تي ويز كونتراست. تاني الريجيت هيدخل هنا كده ستريت، لو والجفت هيطلع فين؟ الجفت هيطلع هنا في يعني الجفت لما هطلع بيدخل سكوب هنا، والجفت بتاعي هيطلع كده، فهو هيطلع ستريت كده. مش هقدر ساعات اخد بايوبسي من التيومر. نفس الفكره، ادي اليوريتر وادي اللور كيليكس، البلفيس كله مش باين والابر كيليكس كله مش باين. طبعا دي من يعني مش يمكن تكون ستون، وبرده مش مضطر اخد في حاجه زي كده بايوبسي حقيقي. بس هو زي ما انتم عارفين كلكم طبعا ان احنا ما عندناش او الناس ما عندهاش ثقه فينا خالص. يعني واحنا ودي اكتر مشكله هتقابلكم في مصر، ان ما حدش بيثق فيكم خالص. ما لم العيان ده يكون من قرايبك او انت اتعاملت معاه كتير، لا انت في يعني شك ان انت ما تعرفش وان انت بتعمل مال براكتس هو الاصل في التعامل الطبي حاليا. طيب العلاج بتاع الرينال بيلفس والكيليكس واليوريتر از راديكال نيفرو يوريتريكتومي. بنشيل ايه؟ زي راديكال نيفريكتومي بالظبط، الجروتس فاشيا والكبسول والكيدني والستام واليوريتر از لو از كان، وبعمل انسيجن ميد لاين اشيل اليوريتر وستامب من البلادر. راديكال نيفرو يوريتريكتومي في كل ترانزيشنال ايبيثيليوم بتاع البلفس واليوريتر. بس كده احنا خلصنا.